وبالتالي نخش الشوط الثاني، المدير الفني دخل 45 دقيقه الثانيه وهو متاخر في النتيجه. تعالى يا كابتن هاني نعمل فلاش باك لماتش لتحليلنا لماتش سيمبا، لما قلنا ان تغيير محمد شريف ومروان محسن في نهايه المباراه كانت لازم تبقى جيده، لكن كان المفروض كانت تبقى بدري شويه عشان تديهم فرصه مزبوط. ان هم يجي لهم كرات عرضيه كتيره ويجي لهم محاولات اكتر، وبالتالي تقدر تديهم المساحه ان هم يقدروا يحرزوا اهداف. ناس بتحب تلعب خماسي، انا لو انت النهارده قاعد احتياطي والماتش كله على بعض 20 دقيقه فانت عايز تنزل طبيعي. بس خمس دقائق ما تنزلش دقيقه او دقيقتين صحيح. فبالتالي شفنا بيتسو موسيماني لما لقى ان وولتر بوالي خلاص الحظ والتوفيق خلاص مش مساند ليه، وخلاص المهاجم بدا هو كمان يتضغط نفسيا لما حط ايده على راسه وبعد الفرصه اللي انفراد ضيعها خلاص هو اللاعب خرج بره الجيم فطلعه. هنا هو صحح الجزء اللي كان كنا بنتكلم عليه في ماتش سيمبا وادى مساحه زمنيه اكبر لمحمد شريف ومروان محسن. طيب مع نزول محمد شريف ومروان محسن تم تغيير الخطه لانها تعتمد على اثنين رؤوس حرب، وعامل برضه فلاش باك مع حضرتك ولما اتكلمنا على دور مروان محسن وقلنا ان مروان محسن مستو الكبرى والمميزه جدا 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 لما بيلعب في خطه تعتمد على اثنين حد يكون جنبه يعني بالظبط ورؤوس حرب اثنين بحيث انك ترمي لهم كم هائل من الكرات العرضيه. هتلاقي ان محمد شريف مع مروان محسن مع دخول اشعري مروان عمل فرصه تهديف حلوه من اول كوره لا هو غير الهدف كمان عمل اسيست حلو قوي اعتقد لمحمد شريف في من خلال المباراه. ودي النقطه اللي انا عايز اتكلم عن مروان محسن. مروان محسن قدر ان هو يحقق هدف التقدم، يعني انت جبت التعادل وجبت التقدم في الدقيقه كام يا كابتن هاني؟ 76، يعني انت ما وصلتش بقى لايه للبلس 90 وزي ما احنا بنتكلم، لا انت قدرت تحقق التارجت بتاعك في الدقيقه 76. وخليني برضه اقول لك ان رقم مميز، النادي الاهلي في الشوط في المباراه ككل عمل 30 كره عرضيه، في الشوط الثاني بس 18 كره عرضيه بعد نزول محمد شريف ومروان محسن. يبقى هنا بالنسبه لي رقم كبيره جدا، المدير الفني ارى الشكل بشكل جاي، ارى المباراه والاحداث بشكل جاي. الشوط الاول هو المسيطر، في طبعا باد لك حصل في كم هائل من الفرص وعدم تركيز ورعونه في الفنش من اللعيبه، وبصراحه اجاييه بيواصل التالق بتاعه، وشفنا عمل اسيست في الشوط الاول لحسين الشحات، يعني اسيست ما يطلعش الا من احلى بلاي ميكر في الدنيا. الفيجن بتاعته والرؤيه كانت ممتازه جدا. الشوط الثاني قدر موسيماني هو يغير الطريقه دي. نقطه بس اللي انا حاسس ان احنا ربما كنا عندنا احتياج ليها، ان انت عندك ديانج ورك ريت عالي ربما لو كان تم الاحتفاظ بيه، عشان بنتكلم على ديانج على اساس ان تاني حسينا اخر ربع ساعه حتى بعد ما جبنا الهدف الثاني ان ما كانش في ضغط عالي شويه في نص الملعب بالزبط. وحتى ضربه الجزاء الوهميه اللي حصلت طبعا. نتيجه عدم ضغط ووصلنا اللعيب لغايه ما يخش ال 18 يعني. ورغم طبعا ركله الجزاء مش محتاجين طبعا نتكلم عليها ان هي واضحه جدا، وبصراحه انا بقول ده رضوان جيد حكم ممتاز وواحد من افضل حكام افريقيا، وانا بعتبرها له خطا يعني نادر ما يحصل منه. شفنا الحكم ده السنه اللي فاتت في مباراه الاهلي والهلال السوداني في السودان كان اكثر من رائع، وبصراحه الحكم اثر على طبعًا اثر على نتيجه المباراه بشكل كبير. لكن يعني زي ما الحكم بيغلط، زي ما الحكم غلط الغلطه القويه دي وكان يعتبر لا دي اوف ليه، ده دي اوف ليك انها هتتحسب في تاريخك اوف لينا اكتر بالظبط، هي دي اوف لينا اكتر يعني هو دي اوف لينا بالزبط. احنا برضو في كاداء ان انت وصلت للمرمى بشكل كبير جدا جدا جدا، ولكن التوفيق لم يحالفك في فرص كتيره اللي اتيحت لينا على مدار الشوط. طب خليني اخد برضو صف الجماهير كده، ويعني انا كمدير فني سابق وفي في الكوره اكتر شويه، لكن هتكلم بلغه الناس العاديه. واحد يقول لك طب انا ايه لازمتها الارقام دي، لاعب من ناحيه الشمال 30 ومن وسط 40 ومن اليمين 25 كل الارقام دي في الاخر والنتيجة طلعت 2-2، إيه فايدة الأرقام ديت؟ مهمة جدا عشان ما تشوفش الأداء، مثلا بقول مثلا أنا كوجهة نظري الأداء اللي شفناه في الموسم بتاع جريدو، لو إحنا جبنا مثلا موسم جريدو وحطينا الأرقام بتاعته قدام الأرقام اللي معايا دلوقتي هنلاقي فيه فوارق شاسعة، هتلاقي إن النادي الأهلي إذا كانت النهاردة كل النقد واقف بس على الفينش فدي نقطة نقدر نشتغل عليها، لكن ما أقدرش اشتغل على البيز كله، يعني ما اقدرش اشتغل على الفريم كله. بمعنى ايه عشان بس اوضحها للساده المشاهدين،
اكيد طبعا اي فريق بيعاني من بعض المشاكل، كل فرقه عندها مشاكلها. لو مثلا فريق عنده اصلا مشكله في الوصول للمرمى فدي مصيبه، دي كارثه، لكن انا بوصل، لكن مشكلتي في ترجمه الفرص. يعني طب انا هقف عند دي يا كابتن وهكلمك تاني بلغه الجماهير العاديه. ده جميل جدا. المسؤوليه كامله تقدر تحطها على المدير الفني ولا على اللعيبه ولا على الحكم. عندنا ثلاث اطراف يمكن الناس اتكلمت عليهم بشكل كبير. مسؤوليه النتيجه 2-2 تحملها لمين؟ يعني في ناس بتقول لا موسيماني ما عندوش، لانه راجل الطبيعي ان المدير الفني الكويس ان هو بيخلق فرص للتهديف وبيوصل فرقته للثلث الهجومي. ناس تقول لا، على المستوى التغييرات، على مستوى زي ما انت قلت ممكن ديانج شويه كان استنى، على مستوى الدفاع، وهنتكلم على مستوى الدفاع النادي الاهلي بدا يخش في جوان بشكل مبالغ فيه غير السنه اللي فاتت، او على المستوى التحكيم. عندنا ثلاث نقط انت تقول انكلوجن كده سبب التعادل 2-2 في انهي منطقه اكتر؟ احنا طبعا متفقين يا كابتن هاني ان تحليل الكوره هو وجهات نظر. طبعا كل واحد طبعا اكيد له وجهه نظر، ما فيش وجهه نظر مطلقه صحيحه. صحيح. مش وجهه نظر مطلقه خاطئه، كل واحد بيشوف الدنيا من منظوره. بالزبط. وكل واحد بيبقى عنده مبرراته. صحيح. انا في ماتش سيمبا شفت ان كان في الى حد ما بعض الاخطاء التكتيكيه من عند بيتسو موسيماني، وفعلا هنا في قناه الاهلي استعرضنا مباراه طلائع الجيش. انا ارجعت المباراه رغم الانتصار، الاداء الاجهاد كان واضح جدا، احنا مجهدين واثبتنا بالارقام وبالصور ان الاجهاد هو كان الازمه في المباراه دي. ماتش فيتا كلوب مباراه في دفاع مفتوح قدامنا، وبصراحه فيتا كلوب عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا. انا امبارح ارجع المسؤوليه، ما اقدرش امبارح بصراحه الوم بيتسو موسيماني في اي شيء. ربما انا من وجهه نظري كريم سعيد الا في حاجتين بس، انا دول نقطتين ومتعلقين بالقرارات في اختيار اللاعبين. يعني مثلا هتيجي تسالني كريم سعيد اقول لك لا، ابدا بمحمد شريف يعني بيمر فتره صعبه شويه، ابدا ده وجهه نظري. وجهه نظري في التغيير كنت شد عمرو السوليه ونزل ديانج. تكتيكيا في ارض الملعب المدير الفني عمل كل التسقاط بتاعته، وصلك لمرمى المنافس من اليمين ومن العمق ومن الشمال بكل الارقام المتاحه. في الشوط الثاني لما لقى ان الدنيا بتضغط عليه وايه بيخسر، هو متاخر في النتيجه ومضغوط وقت. مظبوط. يعني انت متاخر نتيجه ومضغوط في الوقت، الوقت بيمر عليك. ايوه. قلب طريقه اللعب بحيث نسهل على اللعيبه مساله الوصول، بمعنى انزل اثنين رؤوس حربه، وبدل يا جماعه بقى ما نقعد نلعب كره على الارض وتيكي تاك، لا انا اسف، ارمي الكوره على الطرف وارمي الكروسات. نفس الجمله اللي احنا قلناها هنا، وطبعا اليوتيوب موجود والساده المشاهدين يقدروا يرجعوا ليه حلقتنا اللي كانت بعد ماتش سيمبا، واللي طلبنا فيها ان كان ساعتها يتلعب على الكرات العرضيه الكتير. صحيح. وبالتالي انا اخر واحد ممكن امبارح انتقده بيتسو موسيماني والجهاز الفني، عملوا شغلهم بيرفكت. ولكن امبارح لو في دوم زياده شويه ونقدر نقول مثلا نقول يعني ايه رجاء لتركيز، هيبقى من اللعيبه. صحيح. ليه؟ انت كم احترامي، انا كم احترامي، اللعيبه النهارده المفروض ان كان لعيبه دوليه، ف مش محتاج نصائح عشان تحط الانفراد. مش بتاع مدرب يعني، مش بتاع مدير فني يعني. يعني اكيد مثلا بفسرها بايه يا كابتن هاني، بالطالب اللي في المدرسه بيتعلم انجلش والطالب لما يروح الجامعه ويخش كليه متخصصه في الانجلش، ايه الفرق؟ الطالب طول ما هو لسه في المدرسه بيتعلم انجلش فاكيد المدرس بيعلمك وبيديك الاساسيات وكل شيء. لما تروح الكليه مثلا انا كواحد مثلا يعني كنت في اداب انجليزي وكنت في الجامعه الامريكيه، الكليه والجامعه مش منتظر انها تعلمني الجرامر بتاع الانجليش، هي اوريدي فاهمه ان انا جاي في ثوابت خلاص في الحته دي. بالزبط. انا بيرفكت، فهبدا بقى اخد الليتريتشر واخد حاجات شكسبير واخد حاجات الباقيه. فبالتالي كل حاجه وليها السيستم بتاعها. وبالتالي انا كنت شايف ان امبارح اللعيبه كانوا عندهم مساحه ان انت تخلص كل ده بشويه تركيز. بشويه انك تفهم ان فعلا الفريق او الفرص اللي بتجيلك دي، ودي حتى قلناها احنا في فتره انت محتاج انك تقلل الضغط من عليك. برافو عليك. بمعنى تستغل بدايه المباراه انك تفنش المنافس قدامك، تحطه تحت ضغط. يعني النهارده فيتا كلوب بيلعب 70 دقيقه او بيلعب مثلا 60 دقيقه وهو مغلوب 2-0 خلاص. حتى على مستوى الفينش كمان بيبقى فيه ريلاكس اشو يعني طبعًا. انا كل ما اللعيب مستعجل، ودي كانت طبعًا. يمكن اتكلمنا عليها في البيت الكبير قبل المباراه، ان لما بتوصل للمباراه الوقت بيضيق فبيكون في استعجال طبعًا.
وحتى شفناها مثلا في كوره ايمن اشرف كان المفروض في 4 في ال 18 استعجل وشاطها لان اللاعب مستعجل يحرز هدف وبالتالي بتاثر على اللمسه الاخيره. لكن نعم. انت لو كسبان 2 في الشوط الاولاني وهتجي لك نفس الفرص في الشوط الثاني اعتقد نعم. كنت احرزت منها هدف. ونقطه برده مهمه جدا كابتن هاني ان جزء من برده احنا بنتكلم عن اللعيبه في ماتش رائع الجيش انا قدمت بعض الحالات اللي بتؤكد ان مثلا لعيب زي مجدي قفشه كان عنده بعض الامور السلبيه في الجري وفي استلام الكره في ملعب الخصم بسبب الاجهاد. انا امبارح ما اقدرش الوم مجدي قفشه على اداء اكثر من رائع قدمه في الشوط الاول. قفشه الشوط الاول مستلم الكره في نص ملعب فيتا كلوب، نص ملعب فيتا كلوب 8 مرات، نجح في استلام الكره 5 مرات ولعب 4 كرات بينية. فمجدي قفشه امبارح كان بيقدر يهرب من الرقابه وكمان معدل التمريرات اللي فيها مخاطره، ودي النقطه اللي بنتكلم عليها انك تلعب التمريره ما بين الخطوط، احنا مش عايزين تمرير عرضي بالزبط. ومش عايزين الباك باس التمريره للخلف، التمرير اللي كان فيه مخاطره في نص ملعب فيتا كلوب في الشوط الاول امبارح كان ارقامه مميزه جدا جدا جدا. مجدي معانا اهي على نعم. الشاشه زي ما انت بتقول تمريرات يعني ما شاء الله، يعني بتتكلم في 89% صحيحه، بتتكلم على صناعه الاهداف 1، صناعه فرص 5، كل ارقام كبيره، رقم كبير جدا في ماتش قاري وكمان في قدام فريق كان عامل زون وكان عامل يعني معدل لعيبه ان هم فيتا كلوب ما عملش اي هاي بريس عليه، ما عملش اي ضغط عالي امبارح خالص على النادي الاهلي. ومجدي قفشه كمان بص هكلمك تاني بلغه الناس اللي قاعده وزعلانه من مجدي قفشه في الكوره اللي جت في اخر 3-4 دقايق بعد ما كنا 2-2 يعني اتعطل فيها شويه. فانا يعني اعتقادي الشخصي ان هو كان عايز يضمن قوي لان قفشه يعني مضيع يعني ان لاكي في فرصتين ثلاثه، اول مباراه واحده بدماغه والكره حطها جنب العارضه جنب اللي بدماغه حطها كويس، انما اللي جنب العارضه دي كان اعتقد ان هو كان لو كان اتجه للشوط القويه بدل ما يركن يعني انت كنت محتاج انك تعمل فريست تايم شوت قويه بدل ما انت تتجه للركن، ولكن هو حتى الفرصه دي كان الطبيعي انه يوقف ويشوط على طول او يشوطها دايركت. صحيح صحيح يعني لكن كابتن هاني لكن ده كان الفينش في الفينش طبعا كنا بنتكلم في الفينش هو جوه 18 لازم نقسم هو جوه 18 ما هو تاني احنا بنقسم واللي بيحبي ان هو يخش في التحليل لازم تبقى كل الامور انت بتقولها مزبوط. يعني ما ينفعش ايه مثلا عشان ما يبانش ان انا مستقصد لاعب انا ممكن النهارده اقول لك ايه مجدي قفشه وحش طب وحش ليه يا كريم تاني احنا بنعيد نفس الكلام بنقول كل مره عشان بس نبقى الدنيا واضحه اوكي مجدي قفشه مثلا في صناعه اللعب 9 من 10 في استلام الكوره في نصف ملعب المنافس 8 من 10 في الفينش 5 من 10 لازم ادي درجه صحيح. عشان اقدر انا ابدا اصلح معاه لكن انا مثلا انا النهارده اطلع من المباراه انت كنت وحش في كل حاجه طب ما هيقول لي انا خلي بالك يعني في نقطه كمان رغم نعم. رغم بعض الانتقادات لكن خلي بالك ان كمان الكاف نفسه نعم. في التشكيله المثلى في الدور دوت في دور المجموعات في الاسبوع الثالث او الجوله الثالثه عندنا 11 لعيب منهم مجدي قفشه نعم ومحمد هاني من ضمن التشكيله وعلى الصوره قدام حضراتكم ان مجدي قفشه موجود دي تيم اوف ذا ويك يعني ده فريق الاسبوع في ماتش 3 او في الجوله الثالثه في التشامبيونز الافريقي وجود محمد هاني ومجدي قفشه في التشكيله المثاليه للاسبوع الثالث من التشامبيونز ليج ده دليل ان كمان اللي بنتكلم فيه رغم الناس زعلانه شويه من قفشه لكن على مستوى التقييم الكاف نفسه حطه افضل اللعيبه في الجوله دي بس انا هنا ككريم بقى وبما اني بتكلم في قناه الاهلي انا عندي هدف من كلامي انا عندي هدف ان فعلا الوقت الحالي وبالظروف اللي احنا بنمر بيها في المجموعه في الوقت الحالي طبعا اكيد بدون شك ان المجموعه بدات الى حد ما تتعقد تتلخبط طبعا اخر حاجه انا ممكن اعملها في الوقت الحالي ان انا اقول للاعيبتي ان انا ما بدعمكم ما فيش دعم لا لازم النهارده دلوقتي ده اهم وقت للدعم ليه؟ لان انا النهارده انا متاكد تماما ان هم بيقدروا يقدموا جهد، متاكد تماما ان هم بيقدروا يوصلوا للمرمى، متاكد تماما ان هم ما بيبخلوش في اي شيء كان انا اوصل لمرمى المنافس. فبالتالي كل اللي انا محتاجه بس ان انا ازود تركيزي في الفينش واركز في انا عندي 3 مباريات باقيه فما ينفعش خالص في الوقت الحالي انتقد ما عنديش مشكله خالص وعايزين مثلا نبقى واضحين جدا جدا في كلامنا يا كابتن هاني. انا قلت في بدايه الفقره ان احنا اتعرضنا امبارح نتيجه سلبيه لا خلاف على هذا لكن اخر حاجه انا افكر فيها دلوقتي ان انا احاسب
اللعيبه بالشكل اللي فيه الفريق في الوقت الحالي بحساب اخر الموسم ده لسه ما خلصت حاجه. يعني ما ينفعش، نقطه مهمه جدا، انا ما ينفعش يعني ايه احلل لهم دقيقه بدقيقه، لا طبعا. انا لازم اسيب الشخص يخلص كل التجربه اللي هو بيمر بيها، بس بنحط سبوت يعني طبعا. دايما كل مباراه كده خلي بالكم يا جماعه التركيز، خلي بالكم الفينش، خلي بالكم كذا، فده مهم جدا. يعني حتى في التشكيله المثاليه محمد هاني موجود وقفشه موجود، نعم. اعتقد كمان اجايم في اعتقاد الشخص كان لازم يبقى موجود بارقامه كمان، ممكن طبعا عشان في لعيبه اخرى تالقوا بشكل في نتائج افضل. يعني ايوب الكعبي طبعا امبارح جايب هدف خرافي، فريق الوداد طبعا جايب هدف خرافي امبارح، باكورد حلو جدا جدا. ولكن في كل الحاجات دي برده يا كابتن هاني انا ما باخدهاش حتى كمقاش، يعني احنا مش الهدف ان انا اهدد الدنيا خالص، انا هدفي ان انا اقول للناس ده وقت الدعم، وهدي مثلا بسيط جدا. موسم 94 95 كان معانا راينر هولمان، بدايه الموسم مع راينر هولمان، واللي شافوا الموسم ده يفتكروه طبعا موسم اللي النادي الاهلي كسبه في الاخر، كان ساعتها نادي الزمالك فريق الاحلام، والنادي الاهلي كسب الدور الثاني ب 2-0 للكابتن حسام حسن وفيليكس. الدور الاول النادي الاهلي تعرض لسقطات كتيره جدا 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 في كره القدم، ده بيحصل ساعات، بيحصل لك يعني في كبوه في ده بيحصل، والسيناريو بصراحه السيناريو بتاع امبارح يعني ما بيتكررش، في بيحصل. وياما النادي الاهلي تعرض لكبوات، هي فكره مظبوط. ساعتها بقى تعمل ايه؟ هل النهارده، ما طبعا انا عارف النهارده احنا في عالم سوشيال ميديا طبعا، وكلنا تاني هو بكرر دي وجهه نظري، يا كريم سعيد ما بفتحش على حد، كل واحد له وجهه نظر، انما انا في وجهه نظري الوقت الحالي للاداء اللي هو ما فيهوش رعونه، كان انا النهارده بخيل في الجهد او ما بجريش او النهارده في كسل او في كسل او في النهارده عندي مشاكل فنيه كبير، لا لازم افرق. ليه؟ لان برضو العقاب او الحساب له طريقه. انا النهارده ما ينفعش حد يعني يخطئ في جزء معين واروح معاقبه عقاب شديد جدا فاخسر بقيه المشوار، انا المشوار ما خلص. وده اللي قاله موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، في حد من الساده الصحفيين ساله طب وهتعمل ايه مع اللعيبه؟ قال له اعمل ايه مع اللعيبه؟ انا لازم اكون بالذات في الفتره دي سبورت اللعيبه، ما تنساش دول اللي خدوا الدوري والكاس وبطوله افريقيا وخدوا مركز ثالث، ممكن جدا نركز على بعض النقاط اللي لازم اللعيبه على سبيل المثال التركيز لازم يكون موجود، وان الفرص دي ما تضيعش بسهوله كده، لكن انا محتاجهم كمان في المشوار اللي جاي، محتاجهم في ماتش مباراه الاسماعيلي، محتاجهم هناك في الجنوب. نعم. وبالتالي وجهه نظرك اكيد تحترم، واعتقد كل جماهير النادي الاهلي تقبلها بكل ارتاحيه. وخليني كابتن هاني اخذك نقطه مهمه جدا برضو قلناها هنا اهو في البيت الكبير بعد مباراه سيمبا، ساعتها انا قلت لك ايبانجي المدير الفني لفيتا كلوب انا متاكد ان هو في ماتش العوده هيختار الساعه 3 العصر صح مظبوط ميعاد للمباراه، رغم ان احنا دايما تاريخنا مع فيتا كلوب واديت الكونغو الديمقراطيه سواء مازيمبي دايما بنلعب الساعه 5 او الساعه 6 لما الكاف عمل التوقيتات الجديده بتاعت 3 6 9، واضح جدا ان الراجل هيختار لنا برده 3 العصر، وطبعا ملعب الترتان بتاع فيتا كلوب واحد من ملاعب الترتان، اللعيبه ما بتحبش تلعب على الترتان صحيح. فبالتالي احنا في الوقت الحالي ونيد او محتاجين ان احنا بنخلص حاجه تجربه نقفل ونبص لوراها ونحاول نتعلم ونكمل، لازم نتعلم ونكمل، لان العالم كله ده بيحصل. ده سيتي السنه اللي فاتت حصل له مشكله كبيره جدا، السنه دي بدايه اقصده بتكلم هنا ايه، ما بعملش مقارنه، ولكن انا بقول ان بيحصل مشاكل. بمعنى ايه؟ برضو مع كامل احترامي احنا مش هنفضل ماشيين على نفس التراك على طول، لا ساعات هيحصل ابس اند داونز، الرياضه كده طبيعي. في ابس اند داون، في ابس اند داون، المهم احنا لسه بنحاول. شايفين ليفربول لا يا كابتن هاني، وكمان بنحاول احنا ايه مهمتنا؟ ان احنا نقلل فتره الداون صح، هي جت اوكي، محتاجين بقى نعمل ايه؟ نقللها ونلم ورقنا عشان نقف على رجلينا تاني. ومهم جدا اذا كان الحمد لله التجارب دي بيجي لنا في البدايه ان احنا نفنش بشكل جيد، وان شاء الله باذن الله نتعلم من اخطائنا ونخلي بالنا ان احنا عندنا نقطه الثلاثه العصر هنشوفها مع فيتا كلوب، احنا عندنا ماتش ان شاء الله يوم الاربعاء مع النادي الاسماعيلي في الدوري باذن الله النادي الاهلي، واتمنى طبعا من الجهاز الفني ان يبقى في نفس الحاله اللي لعبنا بيها سان داونز لما كان بيتسو موسيماني مدير فني تروح مبدر التدريبات عشان موضوع الساعه البيولوجيه بتاعت اللعيبه بتعود تلعب 5 و7:30، ونبدا نتعود ان احنا ننام بدري ونقوم بدري عشان ماتش فيتا كلوب هيبقى الساعه 3 العصر. ونروح بقى للنقطه اللي انا لاحظتها ونقطه مهمه جدا، وهي الاهداف اللي بتتسجل في مرمانا. كنت لسه هكلمك الحلقه الدفاعيه
يعني. نعم. انت حتى بتقول لي ان موسيماني خلال مشواره عرضت ارقامه لكن في رقم وقفت عنده. نعم. الخاص بالحاله الدفاعيه للنادي بالظبط. احنا طبعا اكيد بعد انضمام بدر بانون اكيد ادى اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي دفاعيا، والنادي الاهلي دفاعيا يا كابتن هاني في بدايه المباريات بتلاقيه اقصى من ممتاز. تخيل كل مبارياتنا كل مبارياتنا مع بيتسو موسيماني مرمى النادي الاهلي ما دخلش فيه ولا هدف من الدقيقه من بدايه المباراه لغايه الدقيقه 25. ده احصائيه مهمه جدا جدا برضو الساده المشاهدين لازم يركزوا فيها، ان اول ربع ساعه ما فيش اهداف علينا خالص. حلو، لما نيجي نحللها يا كابتن دي وكمان ناخد بقى ايه من 15 ل 30 هدف، هدف واحد، وبالتالي ده بيبين لنا ان احنا في قمه تركيزنا في اول نص ساعه من المباريات. طيب من الدقيقه 31 احنا دخلت طبعا دخل فينا هدف واحد من 16-30 وهو هدف احمد سمير لاعب طلاع الجيش ومن كره ثابته. ما اقدرش اقول لك ان هو حتى يعني كان عدم تركيز في المراقبه، لكن من الدقيقه 31 للدقيقه 45 دخل فينا 8 اهداف، وده يوضح ان احنا ربما يكون عندنا فول باور بنبدا بيه مباريات، وعشان كده احنا كلين شيت لغايه تقريبا الدقيقه 30. اللعيبه ذهنيا بينزلوا مباريات مركزين قوي وبيطلعوا فول كاباسيتي بتاعتهم، بتطلع في اول نص ساعه التركيز ربما في اخر ربع ساعه من الشوط بيبدا يهتز. فلما بدات ابص على الاهداف، هدف شيكابالا في ماتش القمه 31، هدف الاتحاد سيمي فاينل الكاس 35، هدفين مقاولين العرب السنه دي 38 و44، هدف سيمبا 31، هدف فيتا كلوب في ماتش امبارح 41، هدف مصر المقاصه التعادل في بدايه الدوري 41، هدف ابو قيل الاسمده في الكاس السنه اللي فاتت الدقيقه 38، وعندنا هيتبقى هدفين فقط دخلوا في مرمانا في الدقائق برضه في اخر ربع ساعه من المباراه من الدقيقه 76 للدقيقه 90، هدف الوداد وهدف تاج الحلبي. ولكن الهدفين دول هتلاقي فيهم عامل مشترك، ايه هو؟ ان احنا كنا احرزنا عدد كبير. طيب احنا دايما او المدرب